ده فلفل حرمه مهم جدا اهو، وده توم مهم جدا، وده كرفس، وده كمون، وده بابريكا، وادي عصير الليمون. هناخد دول على جزئين، خلي بالك. وادي ملح، وادي فلفل. حلو الكلام ده كده يا باشا. طيب نضربهم مع بعضهم الاول. اهو نحط بقى نص الكمية اللي عندي دي. كده خدوا بالكم معايا، ادي نص الكمية. بعد كده عندي هنا في نفس الطاسة دي البتاعة دي اهي، كمون تاني، طماطم، ده الدريسنج بتاع اللي هطفي فيه كده، شوية كزبرة خضرة، كده اهو. حبيبي يا رسول الله اهو. كده ده الزيت او المشوي بالزيت.